بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه والناس أجمعين، وبعد. في البداية صراحة أحب أشكر الأخ معالي الوزير على هالكلمة الطيبة والشرح الوافي والإطراء الذي نسأل الله أن نكون أهلا له، ومهما نقدم من خير فالله عز وجل قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير فهو لكم. فالخير يعود قبل أن يصل الخيرية للمستفيد، تعود على المقدم. في البداية كما ذكرت أحب أشكر الأخ الوزير والأخوان العاملين معه في إيفاد، وإحنا في قطر الخيرية صراحة سعداء بالاتفاقية الموقعة معهم وبتجديدها اليوم، التي نعرف أن علاقتنا مع الأخوان هنا في تركيا أكبر من اتفاقيات توقع، ولكن الاتفاقيات توقع لتنظيم العلاقة وتنظيم العمل.